إدريس من طرابلس له عدة أسئلة في الحقيقة. أولا هو تكلم على فضيلة الإمام الشيخ القرضاوي رحمه الله، وقال إنه ساءنا ما قد رأيناه من سب بعض الناس له ومن نحو ذلك. فأقول الشيخ القرضاوي رحمه الله بذل ما بذل، وهو رجل من علماء الأمة، ويعني لا مسألة عدم الترحم عليه لا تضره شيئا الآن في قبره، فالرجل بقيت آثاره بعد وفاته، له مؤلفات بالعشرات. الآن الذين يسبون الشيخ القرضاوي الكلام العام كل حد يقدر يقوله، كل حد يقدر يقول الله يرحمه والله لا يرحمه، هذا كل كلمة بيقولها الإنسان يحاسب عليها. ولكن الآن آثار القرضاوي شاهدة له، فأين آثارك؟ أو أردد على كتبه بعلم إن كنت من أهل العلم. أما تجي تقولي تلقط لي بعض الأخطاء، فالشيخ القرضاوي ما هو إلا علم من العلماء، والإمام مالك ذكر قاعدة مشهورة: ما منا من أحد إلا راد ومردود عليه، كل يؤخذ من قوله ويرد. فالرجل اجتهد في بعض المسائل، رد عليه بعض أهل العلم فيها، وما نقصت من قدره ولا فضله ولا علمه، فكتبه وآثاره شاهدة، شاء من شاء وأبى من أبى. رحم الله الشيخ قرضاوي وجزاه عن الإسلام خير الجزاء، رجل عاش لأمته لم يداهن في دينه، نحسبه كذلك والله حسيبه، لم يجامر الحكام، دفع ضريبة جهاده، دافع عن فلسطين، رفع راية الإسلام، ولكنه بشر من البشر، لا ليس معصوما. إذا كان الأئمة الكبار لهم أخطاء وقعوا فيها، حتى الأئمة، مالك في بعض المسائل رد عليه حتى تلاميذه وضعفوا قوله في مسائل وأخذوا بقول ابن القاسم مثلا، فما ضره ذلك، ومن باب أولى لا يضر هذا القرضاوي ولا غيره من علماء أهل السنة والجماعة. رحم الله مشايخنا وعلماء الإسلام وجزاهم عما قدموا للإسلام خير الجزاء.